السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وأحبابي طلاب الصف السادس. اليوم إن شاء الله هنراجع على درس اللغة الجميلة نحو واحد. تمام، ده منهج الكويت طبعا يا شباب، زي ما أنتم عارفين منهج الكويت لغة الجميلة نحو واحد، وبنتكلم فيه عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية وحالات الاسم ومطابقة الفعل للاسم. تمام، تعال شوف معايا. لما أقول لك كده جايب لك هو صورة المركز العلمي، بقول لك كون جملة تعبر عن الصورة. طيب تعالى اقول لك، لما يكون في المفرد من ناحيه المفرد هيجي يقول لك الطالب ذهب الى المركز العلمي. بص، اذا نظرت للفعل هتلاقي نفس الاسم، هنا مفرد وهنا مفرد، هنا مفرد وهنا مفرد. الطالب ذهب إلى المركز العلمي، يبقى هنا الفعل في حالة الإفراد والمبتدأ هنا في حالة الإفراد. يبقى هنا ده الطالب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وذهب فعل ماض مبني على الفتح إلى حرف جر المركزي، اسم مجرور بإلى وعلامة جر الكسرة. تمام، المركز العلمي، العلمي صفة للمركز، طيب أو نعت. يبقى إذن والجملة ذهب إلى المركز العلمي في محل رفع خبر المبتدأ، في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو الطالب. طب في حالة هذه في حالة المفرد، طب لو جينا قلنا إيه؟ لو حولناها للمثنى الإيه؟ للمثنى المؤنث. المثنى المؤنث هتلاقي إيه؟ المثنى المؤنث هتبقى إيه؟ الطالبتان، الطالبتان، الطالبتان ذهبتا. طب ايه اللي حصل في ذهبت هنا؟ تمام، حولنا الفعل الى التثنيه وضفنا له الالف، ما ينفعش ذهبتان، خطأ. يبقى ذهبتا الى المركز العلمي، الى المركز العلمي. طيب ده بالنسبه للمفرد المذكر والمثنى المؤنث. طب لو جينا مفرد مؤنث، الطالبة ذهبت إلى المركز العلمي، ذهبت إلى المركز العلمي، طبعا هو ما جابش المفرد المؤنث في الجملة. طيب يبقى الطالبة ذهبت إلى المركز العلمي، يبقى ضفنا تاء لذهب، بس اللي هي تاء التأنيث، تاء إيه؟ التأنيث عشان تأنث لي الفعل، واضح؟ يبقى هنا في حالة المثنى الطالبتان، الطالبتان ذهبتا، ضفنا الألف التثنية للفعل، ما ينفعش ذهبتان يا شباب، نركز، ما ينفعش ذهبتان، عشان بعض الطلاب طالبتان ذهبتان، خطأ خطأ خطأ. يبقى الطالبتان ذهبتا إلى المركز العلمي. طيب المثنى المذكر، المذكر هتبقى إيه؟ الطالبان ذهبا إلى المركز العلمي، الطالبان ذهبا إلى المركز العلمي، الطالبان ذهبا إلى المركز العلمي. إيه اللي حصل فيها؟ جبنا ألف التثنية وحذفنا التاء هذه حق المؤنث، وبقت التاء دي خاصة بالمؤنث للتأنيث، لتأنيث الفعل، لتأنيث الفعل. أما هنا الطالبان ذهبا آخرها ألف فقط، ألف التثنية، ذهبا إلى المركز العلمي. طب جمع المذكر السالم، قلنا جمع المذكر السالم بينتهي بواو ونون او ياء ونون. طب هنا فعلت ايه؟ جمع المذكر السالم. تمام، المبتدا بيقول ايه؟ جمع مذكر سالم، اي كلمه جمع مذكر سالم. ويجي طالب يقول الطالبون، يقول خطا، ما فيش حاجه اسمها الطالبون، اسمها الطلاب، وتجمع جمع تكسير وليس جمع مذكر سالم. نغير هنا الاسم، نقول ايه؟ المعلمون او المتعلمون، المتعلمون ذهبوا إلى المركز العلمي. طيب يبقى إذا هنا الفعل هنا تحول إلى صيغة الجمع، جبنا له الواو والألف الفارقة، الواو بالألف الفارقة، يبقى المتعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. طب امتى يكون مرفوع؟ لما يكون مبتدا او يكون فاعل، مبتدا او فاعل، ما اشوف في حالات ثانيه.
خلينا في المبتدأ والفعل عشان بشرح المبتدأ والفعل الحين. بعد ذلك عندنا ايه؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. طيب جمع المؤنث السالم تمام، ايه خاص بالإناث، يبقى هنا المتعلمات، المتعلمات تمام، ذهبن، حط لها نون، ذهبن حط لها ايه نون، النون هذه نون النسوة، نون النسوة، ذهبن إلى المركز العلمي، واضح. بعد ذلك عندنا جمع التكسير، جمع ايه التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير اللي هو المكسر، بحيث يقول في حضرتك ايه ضرب وشد وجذب وتكسير رجلين وتكسير اذرعه، يبقى اذا ده اسمه جمع التكسير، هو اختلف صورته عن صورة الجمع عن صورة المفرد. اما جمع المذكر السالم هو ايه، بنزود واو ونون او ياء ونون على صورة المفرد، معلم معلمون او معلمين، اما طالب فتجمع على طلاب، اختلفت صورة المفرد مع صورة الجمع. والجمع التكسير الطلاب ذهبوا إلى المركز العلمي، المركز إيه؟ العلمي. يبقى كده هنا المبتدأ، الجمل هذه جملة اسمية، الطالب الطالبتان الطالبان المتعلمون المتعلمات الطلاب، دي كلهم يعربوا إعرابهم مبتدأ مرفوع، مبتدأ مرفوع، المبتدأ دائما مرفوع يا شباب، المبتدأ دائما مرفوع، واضح. يبقى المفرد مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف، سوري علامة رفع الضمة، المثنى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، المتعلمون مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو، المتعلمات مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة لأنه جمع مؤنث سالم، الطلاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى اللي يرفع بالضمة المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، دول يرفعوا بإيه؟ بالضمة. أما المثنى يرفع بالألف وجمع المذكر السالم يرفع بالواو، واضح يا شباب؟ طيب عندك صورة أخرى يقول لك تتكلم عن معرض الكتاب واكتب جمل فعلية، عاوز جمل فعلية وعايز اشوف حالات الفاعل، الفاعل اللي هو الاسم اللي بيأتي بعد الفعل، تمام؟ لما اقوله تذهب، اول مثال ايه؟ تذهب، خليها مؤنثة، المفرد هنا المفرد، تمام؟ حالات الفاعل تذهب الطالبة إلى معرض الكتاب، معرض الكتاب، أو ذهبت الطالبة إلى معرض الكتاب. يبقى الطالبة هنا مفرد مؤنث، وذهبت تمام، تبقى لو فعل ماضي تبقى تنتهي الفعل بالتاء، ذهبت، تحط لك إيه؟ ذهبت، آخرها تاء، دي تاء التأنيث. تذهب هنا التاء هنا جت لي في البداية، دل على المؤنث، تذهب الطالبة. طب لو مفرد مذكر يذهب، خلينا نكرر، المفرد المذكر، أهي المفرد المذكر، يذهب، يذهب وتذهب في المضارع، الفرق بين الياء والتاء، التاء حق المؤنث والياء حق المذكر، يذهب الطالب إلى معرض الكتاب، واضح؟ مفهوم يا حلوين؟ طيب عندي بعد ذلك المثنى المؤنث، المثنى المؤنث، تعال عندي مثنى المؤنث ده الطلاب اللي بتتلخبط لي فيه في الفعل، الفعل يا شباب في البداية لابد أن يكون مفرد، تمام؟ الفعل لابد أن يكون مفرد، الفعل لابد أن يكون مفرد، ما ينفعش يكون مثنى ولا جمع في بدايته الجملة، يعني ما فيش يقول تذهبان، ما ينفعش، خطأ، تمام؟ ولا يذهبان، تمام؟ الطالبان، خطأ. تقول أقول هنا لو مثنى مؤنث، المثنى المؤنث، المثنى المؤنث، أقول إيه؟ قلنا التاء حق إيه؟ حق إيه؟ حق المؤنث، يبقى تذهب الطالبتان، أهو تذهب مش تذهبان، خطأ، تذهبان، تذهب التاء حق المؤنث في البداية، تمام؟ تم الطالبتان،
الطالبتان إلى معرض الكتاب. يبقى هنا الفاعل هنا مرفوع علامة رفع الضمة، مرفوع علامة رفع الضمة، مفرد مؤنث، مفرد إيه؟ مذكر. هنا مثنى مؤنث، مثنى مؤنث، الفعل لابد أن يكون مفرد، وأنت مغمض عينيك كده تحطه لي مفرد، ما ينفعش تحطه لي إيه؟ ما ينفعش تحطه لي مثنى الفعل في بداية الجملة الفعلية، تمام؟ يبقى المثنى المؤنث، تذهب الطالبتان إلى معرض الكتاب. طب بعد ذلك عندي طالب مني إيه؟ المثنى المذكر. المثنى المذكر قلنا المثنى المذكر الفعل المضارع يبدأ بالياء، يذهب اهو، يذهب الطالبان إلى معرض الكتاب. نكمل الجملة كما هي، تمام. يبقى التغيير عندي بيكون ايه؟ في الفعل والفاعل، الفعل دائما بيكون مفرد، الفاعل هنا لابد يكون ايه؟ ممكن يكون مثنى، ممكن يكون جمع، ممكن جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تكسير، ولكن الاختلاف في الفعل يكون ايه؟ تاء حق ايه؟ المؤنث ويا حق المذكر، واضح؟ يبقى يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الطالبتان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طب يا شباب ننتبه لحاجة هنا، عندي حاجة، أركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل، أركان الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، الجمل اللي هنا في محل رفع خبر هنا، أما في المثال في الأمثلة هذه فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الطالبة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طب فين المفعول به يا شباب؟ ما فيش مفعول به، لأن المفعول به من المكملات، من المكملات وليس من الأركان. الأركان هي إيه؟ الفعل والفاعل. الأركان هي إيه حلوين؟ فعل وفاعل. طب إيه المكملات دي؟ يعني ممكن يجيني وممكن ما يجينيش. جاي إيه مثلا؟ الأساسيات عندي في الأكل بتاعي فطار وغدا وعشاء، تمام؟ لكن لو اجي مثلا في النص كده جيت عملت لي كوبايه شاي وحط فيها شويه بوكسومات، دي اسمها مكملات زياده، ممكن استغنى عنها، ممكن استغنى عنها. جيت عملت لي كوبايه نسكافيه، دي ممكن تستغنى عنها، دي اسمها مكملات زياده عن الحاجات الاساسيه، تمام؟ يبقى دي اسمها مكملات، ممكن تاجي وممكن ما تجيش. زي المفعول به يا شباب، المفعول به مش في كل الامور بيكون معايا، مش في كل الجمل بيكون معايا، في فعل لازم وفي فعل متعدي، دي هتشرح بعدين، تمام؟ يبقى المثنى المذكر، يذهب الطالبان إلى معرض الكتاب. بعد ذلك مطلوب مني جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم قلنا هو اللي بينتهي، تمام، بواو ونون أو ياء ونون، واو ونون في حالة المذكر في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. طيب هنا جمع المذكر سالم، يذهب الطالبان، وبعد كده ايه عندنا؟ يذهب المعلمون، انتبه ما حدش يكتب لي الطالبون خطأ، المعلمون إلى معرض الكتاب، أو يذهب المتعلمون إلى معرض الكتاب، عادل 2-1، تمام. يذهب المبدعون، أي جمع تحطه، أي جمع مذكر سالم تحطه معاك. آخر شيء معايا جمع المؤنث السالم، وبعدها جمع التكسير. جمع المؤنث السالم اللي هو بينتهي بألف وتاء، تذهب أهي، تذهب الطالبات إلى معرض الكتاب. معرض إيه؟ الكتاب. نلاحظ تذهب هنا فعل مضارع مرفوع بادئ بالتاء، الطالبات هنا جمع، الطالبات جمع، ما ينفعش يذهبن الطالبات ولا ذهبن الطالبات، خطأ خطأ خطأ، واضح؟ تمام. آخر شيء عندي جمع المؤنث، جمع التكسير، جمع التكسير، تمام. يذهب الطلاب إلى معرض الكتاب، تمام. يذهب فعل مضارع مرفوع بادئ بالياء، تمام، الطلاب، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة إلى معرض الكتاب، إلى حرف جر، ومعرض اسم مجرور إلى وعلامة جر الكسرة، معرض مضاف والكتاب مضاف إليه. طيب إذا هنا يا شباب نتوقف ها هنا، بس لابد ملخص سريع.
الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. جملة اسمية هي التي تبدأ باسم، جملة فعلية هي التي تبدأ بفعل. ركنا الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، محمد مجتهد، محمد مرفوع علامة رفع الضمة، ومجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة. طيب لو جالي فعل، الخبر جالي فعل يكون في محل رفع، ما ينفعش يقول خبر مرفوع. لما نقول زي المثال ده هنا الطالب ذهب، ما ينفعش نقول على ذهب هنا خبر، نقول في محل رفع. في محل رفع يعني ايه؟ يعني المفروض يكون هنا مرفوع، لكن ده في المحل بتاعه، لان ده فعل ما ينفعش يقول لي خبر عليه مرفوع، لانه ما الفعل هنا مبني. زي ما يكون ايه مثال، زي ما المعلم يطلع من الصف ويخلي طالب واقف معاه يقول اي حد يتكلم اكتب لي اسمه على السبورة، هل الطالب ده بيقوم بأعمال المعلم؟ تمام، بيقوم بأعمال محددة بلغ بها المعلم، كتابة الأسماء. لكن هل يستطيع أن يعاقب أحد؟ لا. هل يستطيع خصم الدرجات؟ لا. تمام، يبقى إذن في قائم بأعمال المعلم أو قائم بجزء من أعمال المعلم، كذلك هنا في محل رفع وليس تمام خبر مرفوع، يبقى في محل رفع خبر، في محل رفع إيه؟ خبر. واضح؟ يبقى هنا أركان الجملة الفعلية الفعل والفاعل، أما المفعول به ده من المكملات، زي المكملات الغذائية كده، واحد بيروح الجيم كده يلعب كمال أجسام، تمام، وبعد ما يتدرب كده يقول لك العضلة كده مش إيه؟ مش طالعة كويس، يروح واخد بروتين، واخد إيه؟ بروتين، بروتين أيوه، عشان خاطر إيه؟ يقوي العضلة بتاعته، يقوي العضلة إيه؟ بتاعته، ويكبرها كده ويبقى مجسم كده ويستعرض، البس اللي فلينا قط كده ويمشي في الشارع، تمام، وبين للواد انه واد بتاع عضلات كده، ده اسمها مكملات وليست اساسيات. يبقى المفعول به من المكملات. الاساسيات او الركنان الفعل والفاعل، ما ينفعش جملة فعلية بلا فاعل. الفاعل ممكن يكون مستتر زي كتبت الدرس، تمام، كتبت هنا الضمير متصل، اما اكتب الدرس، اكتب هنا الفاعل مستتر تقديره انت. واضح يا شباب؟ يبقى الفاعل لابد أن يكون في الجملة، ممكن يكون مستتر وممكن يكون ضمير متصل، تمام، ويكون اسم ظاهر. واضح يا حلوين؟ واضح؟ مفهوم؟ نكتفي بهذا القدر ونلتقي في حصة القادمة إن شاء الله. أشكركم، مع تحياتي محمود همام.